بالتأكيد يعني كانت زيارة رئيس الوزراء الكاظمي إلى واشنطن للمرة الثانية خلال عهد ترامب والآن في عهد بايدن، وكان أيضا يعني لا ننسى قبل سنة كان هناك الوفود بين الوفدين العراقي والأمريكي توصلوا إلى اتفاقيات عديدة بين الطرفين العام الماضي، لكن بعد سنة لم ترى أي اتفاقية النور في وقتها. ومع الأسف الشديد مثل ما ذكر الدكتور حسين أنه هذه الاتفاقيات في الإطار الاستراتيجي مهمة جدا بين البلدين لو تم استثمارها، ولكن لنكن يعني واقعيين أنه يعني بمغادرة رئيس الوزراء واشنطن وطائرته في السماء قامت هذه الفصائل أو بعض الجهاد بقصف الخضراء بصاروخين، يعني هذه كانت تعطي إشارة سلبية.